السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتظر يعني أقل من دقيقة ونبدأ بإذن الله، يعني في انتظار أن يدخل بقية الطلاب. نبدأ عن بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله في اللقاء الخامس بتاريخ 7 مارس 2021. المرة الماضية كنا وصلنا إلى المحاضرة أو العرض المرئي 10، وكنا ناقشنا الفرق بين العقود يعني الآجلة والعقود يعني المستقبليات، وكنا أكدنا أن العقود المستقبليات هي عقود يعني نمطية، وهذه العقود يتم إدارتها من قبل يعني جهة تابعة إلى الأسواق المالية، وهي يعني بيت المقاصة، وتم الاتفاق أن هذه العقود المستقبلية يتم تداولها ضمن الأسواق المنظمة، على عكس العقود الآجلة. ما هذه العقود؟ يعني ذكرنا المرة الماضية أنها ليست نمطية وإنما هي يعني على المقاس، وكذلك يتم تداولها خارج الأسواق المنظمة. طيب الآن نأتي إلى العقدين، يعني هناك عقود الخيارات وهناك ما يسمى بعقود المبادلات. يلا نبدأ في أول شيء سوف نبدأ به هو ما يسمى بعقود يعني الخيارات. دابا كنا نقول احنا الان عقد الخيار ماله؟ هذا العقد يعطي الحق، اسمعوني جيدا، هذا العقد يعطي الحق لي يعني وليس الالزام، الحق وليس الالزام، مثلا لبيع، اسمعوني جيدا، لبيع يعني 100,000 فرضا اورو يعني بسعر اليورو الواحد كم؟ فرضا 4.5 ريال. طيب كيف تتم العملية؟ انتبهوا جيدا، كيف تتم العملية فيما يتعلق بعقود الخيار؟ يلا فيما يتعلق بعقود يعني الخيار انتبهوا جيدا. أنا ماذا يوجد لدي الآن؟ يوجد لدي الآن التالي، يعني هذا العنوان تبعي، وهو ماذا سوف نسميه؟ سوف نسميه كالتالي، يعني سنسميه إيش؟ عقد يعني ما يسمى بعقد الخيار. مثل ما ذكرت قبل قليل، هذا عقد الخيار ماذا؟ يعطي لمالكه معي حق وليس ماذا؟ وليس الإلزام، إلزام أما بشراء يعني كمية معينة من مثلا العملة. هذا ما يسمى بماذا؟ قال هذا يسمى بخيار، خيار ايش؟ الشراء. او لبيع مثلا كمية من نفترض ايش؟ من العملة. طيب ايش الميزة الموجودة الآن؟ انتبهوا جيدا، ما هي الميزة الموجودة الآن؟ يعني هذا هو ما يسمى بعقد الخيار. انتبهوا جيدا، ماذا من هذا عقد الخيار؟ العقد الخيار هو يعطي لمالكه الحق وليس الإلزام إما بشراء كمية معينة من العملة، دير بالك ليس العملية، من العملة، ويسمى بخيار الشراء، أو لبيع كمية من العملة. فهنا ما نسميه نحن ب يعني خيار
ايش خيار البيع. طيب يعني كيف هذه طريقتها، يعني كيف طريقة ما يسمى بخيار البيع وخيار الشراء، يعني كيف طريقة تبعهم؟ انتبهوا جيدا شباب، كيف الطريقة تبعهم هذا العقد الخيار؟ عملية بسيطة جدا، انه يوجد ماذا؟ يوجد مثلا مزارع سعودي. ماذا هذا المزارع السعودي شباب؟ يعني لما قلنا مزارع سعودي مثلا يمتلك مزرعة تمور. مزارع سعودي، المزارع السعودي يعني سيبيع كمية من التمور إلى من؟ قال إلى شركة، إلى شركة أوروبية. دائما وأبدا انتبهوا جيدا، الآن هناك طرف قوي وهناك طرف ضعيف. يعني لما نحكي على العقود دائما يجب علينا أن ننتبه في هذه العقود. على ماذا سوف ننتبه؟ قال دائما هناك يعني طرف قوي والطرف الضعيف. طيب حسب رأيكم متى يمكن لي أني أعرف أنه الطرف السعودي هل هو الطرف القوي أو الضعيف؟ قال هناك، اسمعوني جيدا شباب، هناك كلمة واحدة فقط في العقد وهي التي سوف تبين لي هل أنه في الصفقة هذه هل أنه السعودي هو الطرف القوي أو الطرف الضعيف؟ هل هو الطرف القوي أو الطرف الضعيف؟ ما هو؟ يعني هنا لو يقول لنا مزارع سعودي سيبيع كمية من التمور إلى أوروبا بعملة ماذا؟ قال بعملة، هنا شباب إيش ال عفوا بعملة ماذا؟ قال لو قلنا بعملة شباب بعملة الدولار. حسب رأيك الآن العقد يعني مسجل بالدولار، هل تعتقد، يلا أريدكم تشاهد الآن شباب، لو العقد يسجل بالدولار هل يعني ما رأيكم في هذه الصفقة شباب؟ هل السعودي فيها هو الطرف القوي ولا الطرف الضعيف؟ إيش رأيكم؟ حيكون الطرف الضعيف. ديروا بالكم، يعني الآن لما نقول احنا الدولار، هل الدولار يعني الريال أم لا؟ لا ما بعرف استاذ خول، الله يهديك ان شاء الله. نحن الحين نقدم في محاضرة يا استاذ خول. كيف انا عرفت السعودي ماله؟ السعودي يعتبر ماذا في هذه الحالة؟ يعتبر ايش؟ قال هو يعتبر الآن الطرف القوي. لماذا هو الطرف القوي؟ قال يعتبر هو الطرف القوي للسبب التالي، يعني يعتبر هو بالطرف القوي للسبب التالي، لأنه مسجل بعملة الدولار. وعندما نقول هو مسجل بعملة الدولار ماذا يعني؟ كأنه مسجل بالريال. Very good. طيب الآن هنعكس الوضعية، متى، هنا السؤال هو التالي، متى يكون السعودي هو الطرف الضعيف؟ متى يكون السعودي هو الطرف الضعيف؟ قال يكون السعودي هو الطرف الضعيف عندما يسجل العقد، عندما يسجل العقد بعملة مالها؟ قال بعملة غير الدولار أو ماذا؟ أو الريال. هذا متى يكون السعودي هو الطرف الضعيف؟ عندما يسجل العقد بعملة غير الدولار أو الريال. يعني نحن ندرك تماما أنه لما تقول دولار أو ريال يعني نفس الشيء، لأنه يعني الدولار بإمكان أي واحد فيكم الآن لو يذهب إلى أحد البنوك ويحمل معه 3.75 ريال بإمكانه أن يحصل على 1 دولار، فما في أي إشكال. حنعطي مثال متى يكون السعودي هو الطرف يعني الضعيف، مثل ما ذكرنا الآن مثال تم
تسجيل الصفقة بماذا قال؟ باليورو. تم تسجيل الصفقة بماذا؟ قال باليورو. عندما تسجل الحين الصفقة باليورو، عندما تسجل الصفقة باليورو يعني فرضا كم المبلغ؟ قال نفترض الآن أنه نفترض الآن ماذا؟ أنه المبلغ 100,000. 100,000 يورو يعني 100,000 خلينا نسجل بالطريقة هذه 100,000 يورو. شنو تكون 100,000 يورو؟ قال يا أخي مع العلم، انتبهوا جيدا، مع العلم، مع العلم أن يعني تاريخ يعني تسليم البضاعة واستلام 100,000 يورو مالها بعد 90 يوما من توقيع، من توقيع ايش؟ من توقيع العقد. بعد 90 يوم من توقيع العقد. معلومة أخرى ما هي؟ قال يا أخي يوم توقيع العقد، يوم توقيع العقد ماله؟ كان كيف الوضع؟ قال يا أخي الوضع كان بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، واحد أورو، واحد أورو بكم يساوي؟ قال يساوي 4.2 ريال. حسب رأيكم الآن لما أقول لك أنا واحد يورو يساوي 4.2 ريال، من ماذا متخوف السعودي؟ من ماذا يتخوف السعودي؟ هل تخوف أن الريال سوف يرتفع أو سوف ينخفض؟ من ماذا تخوفه؟ إيش رأيكم؟ أن اليورو يرتفع أو ينخفض؟ أي نعم الأستاذ أحمد أجابنا، ويعني ما شاء الله عليكم، نحن نتخوف أنه، فبإمكاننا الآن ماذا نسوي؟ قال بإمكاننا أننا اسمعوني جيدا، أننا نتحوط، يعني هذا المصطلح الذي نستخدمه، نتحوط إما ماله بالعقد المستقبلي أو ماذا؟ أو عقد اختيار. العقد المستقبلي، العقد المستقبلي يعطي العقد المستقبلي ماله؟ قال هو عقد ملزم ويجب أن ينفذ عند ماذا؟ قال عند تاريخ الاستحقاق، عند تاريخ الاستحقاق يعني لازم ينفذ عند تاريخ ما يسمى بإيش؟ عند تاريخ الاستحقاق يجب أنه ينفذ. لحظة فقط، العقد المستقبلي هو عقد ملزم ويجب أن ينفذ عند تاريخ الاستحقاق في السعر ماله؟ قال بالسعر المثبت في العقد. مثلا يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، مثلا كم؟ هذا ما تم تثبيته، انه كم ثبتناه؟ قال تم تثبيته انه يعني بهذه الشاكلة يعني واحد أورو كم يساوي؟ يساوي ب يعني 4.2 ريال. خلاص الحين نحن ماذا قلنا الآن؟ قال يا أخي خلاص الحين طبق ب 1.2 ريال، 4.2 ريال هذا العقد المستقبلي. قال يا أخي يعني ما فيش مرونة، يعني فرضا لو أنا يوم استلمت اليورو يعني سعرها كان مرتفع في السوق، إيش حسوي؟ قال يعني مرتفع منخفض، أنت يجب عليك أنك تلتزم بالعقد، وبالتالي
يجب عندما تصلك المبالغ نتاعك 100,000 يورو حتحولها بالريال السعودي حتحصلك على 420,000 ريال. ونقطة أرجع إلى الصفر، ما فيش مرونة؟ أي إذا كانت تريد أكثر مرونة أنت بإمكانك، اسمعني جيدا الآن، أنت بإمكانك ماذا؟ أنك تستخدم ما يسمى عقد، اسمعني جيدا، مثلا عقد خيار ماذا؟ عقد خيار البيع. بيع ماذا؟ قال عقد خيار بيع. بيع ما هذا؟ قال هذا يعطي لمالكه الحق وليس الالتزام، والالزام وليس الالتزام ببيع يعني العملة بالسعر المحدد في العقد. العقد متى؟ قال عند الاستحقاق. يعني ايش؟ قال متى جاء، يعني اتت الاجال. قال يعطي لمالكه الحق وليس الالتزام. شباب متى نحن نجد انفسنا امام خيارين؟ الخيار الاول ما هو؟ ما هو الخيار الاول؟ قال يا اخي سعر اليورو او الاورو، شباب نفس الشيء، ارتفع على 4.2 ريال. حسب رايكم في هذه الحاله هل سوف يبيع بالعقد ولا يبيع في السوق؟ يعني اليورو ما دام يعطيه الحق، قال يا اخي والله مثل ما تريد، يعني اما تستخدم هذا العقد وتبيع يعني ال 100,000 يورو تبعك يعني بسعر العقد، او انك تبيعه ب يعني ب تبيعه برا يعني خارج السوق. ايش رايكم؟ لو سعر اليورو يرتفع هل نبيع بالعقد؟ الاخت نور ماذا قالت؟ قالت لا، بيعه ب سعر ايش؟ بالسوق. وهي الاجابه الصراحه هي الصحيحه، سعر السوق. بينما ناس اشرى قال لو سعر اليورو انخفض وبلغ 3.9 ريال، يعني بعد ما كان الشخص هذا ينتظر ان ياتيه على الاقل 420 الف ريال حتى تاتيه 390 الف ريال. طبعا هنا يعني السعودي ماله؟ السعودي س يعني سيطالب بماذا؟ بتنفيذ عقد الخيار بهذه الطريقة. متفقين؟ أي نعم، سوف يبيع. ممتاز الأستاذ أحمد، سوف يبيع العقد. يعني شفت هذه يعني العملية سهلة جدا، يعني عقد الخيار. ديروا بالكم شباب ماله؟ يعطي الحق وليس الالتزام أو الإلزام لمالكه معي بأن يشتري، فيسمى يعني عقد خيار شراء، أو لبيع ويسمى عقد خيار بيع، يعني كمية من العملة بسعر محدد، فرضا 1 يورو يساوي 4.60 ريال، وبتاريخ استحقاق 90 يوما بهذه الطريقة. شباب الآن الطالب قال خلاص أنا الحين دكتور فهمت منك ماذا يقصد بعقد الخيار. طيب تعال نذهب الآن إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بعقد يعني المبادلة، ما يسمى بعقد المبادلة. انتبهوا جيدا شباب فيما يتعلق بعقد المبادلة، انتبهوا جيدا. حاخذ الجهة الثانية وحكتب لي بلون آخر للعقد المبادلة. هنا في يعني فرضا يعني الأستاذة غدير، يعني فهمتنا ولا لا؟ أستاذة غدير فهم إيش اللي بدرس ولا لا؟ غدير العمودي هل أيوه الله يبارك فيك. بالطبع إذا كان واحد ما هو فاهم، أنا بعرف إنه في البداية يعني في شوية غموض، ولكن يعني يلا نجي الآن، اسمعوني جيدا. فيه الشباب
في زميلكم من؟ زميلكم اسمعوني جيدا شباب، في زميلكم أحمد. أي أحمد نفترض أنه إيش؟ أنه يعمل وين؟ نفترض أنه يعمل في سابك. وفي زميل ثاني له، زميل ثاني له اسمه عبد الله يعمل كذلك في سابق. كلاهما ماله شباب؟ قال والله اخي كلاهما تخرج من نفس الدفعه ومن نفس المكان، يعني وحصل على نفس الشهاده، والان كلاهما يتقاضى في سابق نفس الراتب معي. ما هو الفرق يا شباب بين احمد وعبد الله؟ كلاهما رغب الان، قال والله يا اخي اليومين هذا يعني نسب الفائدة يعني تدنت على الآخر، وفرصة لا تعوض أننا نذهب ونقترض، فرصة لا تعوض لكي نقترض من وين؟ قال لكي تقترض من البنوك، يعني فرصة لا تعوض. تفقين؟ أحمد مع من الحساب وين؟ قال حسابه في الراجحي. والراجحي ماله شباب؟ الراجحي يقرض بنسبة مرابحة، مالها؟ قال بنسبة مرابحة ثابتة. ما هذه النسبة؟ قال بنفترض شباب ب 2.9%، هذه نسبة المرابحة تبع من؟ تبع يعني الـ يعني الـ من؟ تبع زميلكم شباب أحمد. طيب تعالوا نشوف عبد الله ماله؟ ماله عبد الله؟ عبد الله شباب ماله؟ يعني حسابه وين؟ قال حسابه في البنك الأهلي. حسابه في بنك الأهلي ماله؟ قال يقترض بنسبة مالها؟ قال بنسبة متغيرة. كيف ماذا يعني بنسبة متغيرة؟ قال والله النسبة المتغيرة نحن ما تعارف عندنا، يعني أنه في مصطلح ما أدري هل مر عليكم أنتم في السابق ولا لا، هذا المصطلح بماذا يسمى؟ قال هذا المصطلح يسمى بالسايبر، وهي نسبة الفائدة بين البنوك في المملكة. معي؟ كم في ذلك الوقت نسبة الفائدة؟ قال في ذلك الوقت نسبة السايبر معي تعادل كم؟ نفترض يا شباب ايش؟ 1.5، يعني كم يساوي السايبر؟ 1.5%. من البلس ماذا؟ قال هنا بلس يعني نفترض انه 1.4%. عندما شاب 1.4%، very good، يعني ماذا قلنا الآن؟ قلنا أحمد لما في الراجحي ورغب في أنه يقترض مبلغ 150,000 ريال، قال والله فرصة هذه لا تعوض، أنا أريد أن يجدد السيارة تبعي. وعبد الله نفس الشيء، قال فرصة لا تعوض أن يجدد السيارة تبعي. فكلاهما راح إلى البنك تبعه شباب. فالراجحي السايبر أي نعم، فالراجحي ماله؟ أقرض يعني أحمد بنسبة ثابتة 2.9%، في حين أن عبد الله لما راح إلى الأهلي أقرضه بنسبة متغيرة بكم السايبر؟ بلس 1.4%. ولكن في ذلك الوقت للمعلومة أنه في التايم زيرو، يعني عندما كلاهما اقترض ماله؟ قال والله يا أخي في ذلك اليوم كان السايبر 1.5%. ولهذا السبب لما كل من أحمد وعبد الله، لما كل من أحمد وعبد الله ماله؟ يعني أحمد راح اقترض من الراجحي، وعبد الله راح اقترض من الأهلي، وكلاهما طلب قرض ل 150,000 ريال، وكلاهما طلب فترة سداد 4 سنوات، وكلاهما طلب أن يعني أقساط يعني شهرية. في ذلك اليوم يعني كلاهما رجع وقال ماذا؟ قال أنا القسط الشهري 3,400 ريال. لما سأل أحمد عبد الله قال أخي والله أنا نفس الشيء 3,400 ريال. معي؟ ب 3,400 ريال. لحظة فقط بجيكم. يعني ب 3,400 ريال، يعني كلاهما شرب ماله؟ قال يا أخي إجا عبد الله سأل أحمد، قال له يا أحمد أنت بكم اقترضت 3,400 وأنت بكم؟ قال والله نفس الشيء أنا ب 3,400 ريال. شباب ولكن بعد ذلك مرت تقريب 3 ولا 4 أشهر، تفاجأ أحمد بماذا؟ أنه أصبح القسط الشهري 3,670 ريال. حين يا شباب انه زميله احمد ماله زميله احمد طلع 3,400 ريال. يعني تخيلوا انتم شباب اليوم الموالي اجى عبد الله
قالوا شفت يا احمد، انا يعني زودونا في يعني القسط نتاعك، ايش نتاع القرض، وانا الحين يعني المره هذه غريبه سحبوا مني 3670 ريال. اجى احمد قال له لا خليني اشيك، قال له لا يا اخي والله انا مثل العاده يعني سحبوا مني 3400 ريال فقط. فعبد الله راح سوى ايش؟ راح على طول اعتذر من يعني الدوام تبعه، قال انا بروح لي ساعه زمن، اروح لي الى البنت تبعي، راح له الى الاهلي. يعني قال يا اخي انتم في العاده تسحبوا مني 3400 ريال، ليش المره هذه سحبتوا مني؟ اي نعم اي نعم ممتاز استاذ لما. قال ليش انتم ما سحبتوا مني؟ قال يا اخي يعني انتبه، انت العقد تبعك ماله؟ قال العقد تبعك لما يعني انت سجلته سجلته ب يعني سجلناه لك بسايبر بلس 1.4%، وبالتالي يعني مثل ما ذكرت قبل قليل زميلتكم، يعني بعد ما كان السايبر ب 1.5 ارتفع له الى يعني 1.7%، فاصبح شباب 1.7% بلس 1.4% يعني كم اصبح؟ اصبح 3.1%، ولهذا السبب تغير يعني نسبة الفائدة. الآن حنحكي على عقد المبادلة. نحكي على عقد المبادلة، كيف ذلك؟ شوف نفترض أنه أحمد شركة عالمية وعبد الله كذلك شركة عالمية. أحمد وعبد الله شركات كبرى. مالهم الآن؟ شباب الشركة اللي تابعة لأحمد ماله؟ قال يا أخي أنا يعني أتوقع في المستقبل أن الفائدة يعني السايبر تنخفض. شباب إذا كان انخفضت سوف يستفيد ولا ما حيستفيد؟ يعني أحمد الشركة تبعه حتستفيد ولا ما حتستفيد لو تنخفض؟ إيش رأيكم؟ قال يعني تخيل الآن أحمد يعني الشركة تبع أحمد يعني مقترضة بالثابت. إيش قالت ايش الشركه بتاعت احمد؟ قال والله انا يعني انا متوقع انه السايبر سوف ينزل. بالطبع هنا ماذا سوف نقول؟ قال في حاله حدوث، اسمعوني جدا شباب، في حاله حدوث التوقع معي لن ماذا قال لن يستفيد. انا شوف يعني عبد الله، من عبد الله؟ قال يا اخي انا اتوقع أن يعني الفائدة سترتفع زيادة، وفي حالة حدوث توقع ماذا سوف يحدث؟ هل سوف يتضرر زيادة أم لا؟ إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ نعم، يعني هنا ماذا سوف نقول؟ سيخسر زيادة حالة حدوث التوقع. طيب الآن أخي لاحظنا شيء، ماذا لاحظنا؟ قال أخي والله لاحظنا التالي، وهي نقطة ذات أهمية كبيرة جدا. إيش هذه النقطة التي يعني تكتسي أهمية كبيرة جدا؟ قال والله يا أخي توقع الموجود بين ما من ومن؟ قال بين أحمد وعبد الله، من هذا التوقع؟ قال التوقع مختلف، واحد يتوقع أن السايبر سوف يرتفع والثاني يتوقع انه السايبر سوف ينخفض. فكلاهما شباب دخل على شركة عالمية، لانه مثل ما حكينا هذه العقود دي عقود نمطية وموجودة. واحمد شباب عبر، اسمعوني جيدا، احمد عن ماذا عبر؟ قال عبر عن رغبته في انه ينتقل يعني ويتبادل مع شركة اخرى ويستلم شباب المتغير، بينما عبد الله ماله أبدى الرغبة تبعه أنه يغير من خصائص القرض ويسلم الفائدة تبعه المتغيرة ويستلم مقابلها الفائدة يعني الثابتة. هذا ما يسمى بعقد المبادلة، وهي استبدال خصائص القروض. هذا ما يسمى بعقد المبادلة، وهي استبدال ماذا؟ خصائص القروض. يعني ما دام نحن مختلفين وكل واحد فينا يتمنى، وكل طرف فينا يتمنى أن يكون يعني لديه الخصائص متاع القرض متاع زميله، فقالوا خلاص ما عندي إشكال، يلا تعالى نوقع عقد وتصير أنت تسدد لي تبعك وأنا أسدد لي يعني الرسوم تبعي. يلا شوف هذا الحين خلصنا من شيء اسمه يعني العقود المبادلة. فديروا بالكم شباب كيف تأتي في الاختبار. يعني عندما نقول لكم
يعني عقود الخيار هي يعطي الحق وليس الالتزام، فديروا بالكم هذا الشيء، الحق وليس الالتزام، هذا خاص بعقد الخيار ولن نجده معي في شيء آخر. بينما عقود المبادلة ديروا بالكم يعني هي تبادل مجموعة من العقود في آن واحد، معي في آن واحد، أما أن تكون يعني تبادل في الأصل القرض أو يكون هناك تبادل في نسب الفائدة فقط. المثال اللي شفناه نحن الآن في نسب الفائدة، فنحذر لا يأتي سؤال صح وخطأ ونقول فيه إن عقود الخيارات يتم فيها تبادل مجموعة من العقود في آن واحد فتكون الإجابة صح ولا خطأ. إيش رأيكم؟ هتكون الإجابة خطأ. ديروا بالكم أنا الحين شرحت لكم يعني كل هذه الأشياء. تعالوا نذهب الآن إلى يعني المحاضرة على السريع، يعني طولنا كثير في هذا الجانب، ولكن أشياء مهمة أنكم تعرفوها، خاصة صار عقود يعني سوق العقود المستقبلية هنا في داخل المملكة. تعالوا نشوف الآن يعني العرض المرئي الحادي على العشر، وانتبهوا جيدا الآن إلى هذا السؤال. لو قلت لكم من أدوات الدين، لو قلت لكم أن أدوات الدين تشمل السندات وعقودات الخزينة والأوراق التجارية والتعهدات، تكون الإجابة صح ولا خطأ؟ تكون الإجابة صح ولا خطأ؟ إيه الأخت زهرة صحيح، دير بالكم هو خطأ الإجابة، دير بالكم يعني التعهدات هذه بعد قليل حنشوفها إن شاء الله. ما التعهدات هذه؟ قال هي تابعة لأدوات الملكية، هي تابعة لأدوات الملكية، معي؟ يعني ما تنسوا شيء، ما تنسوا شيء، يعني لو يعني خاصة طلاب المحاسبة والذين يدرسون القوائم المالية لحصلتوا مع يعني ما يسمى بالموجودات المتداولة لوجدوا أدوات مشتقة، يعني أدوات إيش مشتقة، ويقصد بها المشتقات المالية، متفقين؟ فعلى أساس هذه تدخل ضمن يعني أشياء نحن نمتلكها. يعني ايش السؤال كان، لو نقول لكم من ادوات الدين او ادوات الدين تشمل التعهدات والسندات وادوات الخزينه والاوراق التجاريه، في دور بالكم التعهدات هي تتبع الى ادوات الملكيه، متفقين؟ طيب بعد قليل حنشوف يعني ما ايش مصطلح هذه التعهدات. ننتقل بعد ذلك الى السندات. ديروا بالكم لو نقول لكم اي من الاوراق الماليه التاليه، شفت يعني أدوات الدين من ماذا تكون؟ تكون هي السندات، أذنات الخزينة، أوراق تجارية، قبولات مصرفية، يعني كل أدوات الدين. بينما لما يتعلق بأدوات الملكية ديروا بالكم الخيارات والتعهدات والأسهم يعني يعني كلها تطبع إلى يعني أدوات الملكية. لو نقول لكم هذا السؤال، أي من الورق المالية التالية يمكن إصدارها بقيم اسمية مختلفة؟ أي من الأوراق المالية التالية يمكن إصدارها بقيم اسمية مختلفة؟ واحد يعني السندات، اثنين الأوراق التجارية، ثلاثة شهادات الإيداع المصرحة للتداول يعني الوداعة، أربعة الأوراق، أربعة إيش يعني إحنا قلنا ماذا؟ قلنا يعني السندات، اثنين أوراق تجارية، ثلاثة الوداعة، أربعة أذنات الخزينة. ما الإجابة الصحيحة؟ أي من الأدوات التالية يتم إصدارها بقيم اسمية مختلفة؟ أي من الأدوات المالية التالية يتم إصدارها بقيم اسمية مختلفة؟ واحد يعني مثلا نرجع الآن، واحد هي يعني قلنا السندات، اثنين الأوراق التجارية، ثلاثة الودائع، وأربعة هي يعني أذنات الخزينة. ديروا بالكم التي يمكن إصدارها ب يعني قيم اسمية مختلفة، احذروا منه هذا السؤال، يعني فقط إلا الودائع، غيرها كلها يتم إصدارها بقيم اسمية متساوية، فنحذر من هذا السؤال. يعني شهادات الإيداع هي الوحيدة التي يتم إصدارها بقيم اسمية يعني مختلفة. بالطبع يعني اتفقنا أنه السندات هي أدوات الدين يعني طويلة الأجل. طيب يلا نعدي إلى السؤال الموالي، نعدي إلى السؤال التالي. لو نقول لكم ليس من خصائص السندات، ليس من خصائص السندات، واحد أنها أدوات دين، اثنين
لا تحمل تعهد بدفعات معينة. ثلاثة، أنها محدودة الأجل. أربعة، أنها قابلة للتداول. يلا، واحد نسوي له انه مع بسط. خلاص نسوي يلا. لا مش قطع الصوت، لانه فقط يعني علق شويه الجهاز فسويت له ابديت. فديروا بالنا يعني ما هي اجابه، يعني بعيد عليكم السؤال لانه الشات راح من عندي. يلا، قلت له اي يعني ليس من خصائص السندات انها اداه دين. اثنين، تعتبر لا تحمل يعني تعهد بدفعات معينه. ثلاثه، انها محدود الاجل. اربعه، انها قابله للتداول. فبالطبع الاثنين هي الخطا. ممتاز ممتاز، ديروا بالكم يعني هي ليس من خصائص السندات ان نقول انها يعني تحمل تعهد بدفعات معينه. نفس هذا السؤال ينطبق لو قلنا على الاسهم. لو قلنا على الاسهم نفس هذا السؤال، انه اي من يعني ليس من خصائص الاسهم، فرضا ليس من خصائص الاسهم، السؤال هو كالتالي: انه تصدر دون تحديد تاريخ معين للسداد. اثنين، لا تحمل تعهد بدفعات معينه. ثلاثه، تحمل حق تمثل حق الملكيه في اصول الشركه. يعني اربعه، غير قابله للتداول. غير قابله للتداول، دير بالكم هي غير يعني الاجابه الصحيحه، بالعكس الاسهم هي قابله للتداول. فيري جود، عرفنا يعني ما هو المطلوب مننا. طيب سؤال اخر، دير بالكم السؤال. لا يدخل ضمن تحديد أنواع السندات. لا يدخل ضمن تحديد أنواع السندات. المقترح الأول جهة الإصدار، المقترح الثاني حجم الإصدار، المقترح الثالث شكل الإصدار، المقترح الرابع يعني الآجال. ممتاز ممتاز، يعني الحجم الإصدار ليس لا يدخل ضمن أنواع يعني هذه يعني السندات. طيب خلينا نمر بسرعه الان، عرفنا يعني كيف طريقه السؤال. لو نقول لكم هذا السهم، او يعني هذا النوع من السهم هو عباره عن شهاده لا تحمل اسم صاحبها. هذا السهم هو عباره عن شهاده لا تحمل اسم صاحبها. هل يكون السهم الادنى، السهم الاعلى، السهم لحامله، السهم الاسمي؟ فبالطبع هو السهم لحامله. ممتاز ممتاز، يعني فيري جود. شوف بالطبع السهم لحامله ماذا يقصد بذلك؟ قال والله الشخص الذي نجد في محفظته هذه الاسهم فبالطبع يعني هو من يمتلكها. والسهم الاسمي، والسهم الاسمي ما هو؟ قال يعني هناك في الزمان هذا سابقا كان هناك يعني عندما نقوم باصدار اسهم جديده نكتب عليها اسم اول مشتري، فتكون منها يعني سهم اسمي. وهناك من يسمى بالسهم الادنى او لامر معي. ما له هذا السؤال؟ ما له هذا السؤال؟ انتبهوا جيدا، انا بعيد عليك السؤال ولكن بطريقه اخرى. الاستاذه زهراء يلا انتبه جيدا، في استمعي انتبهي جيدا، يعني الانتقال الملكية، الانتقال الملكية، ملكية هذا السهم من طرف إلى طرف آخر، نحن نعتمد طريقة التظهير. هل يكون ذلك في السهم لحامله،
السهم الأدنى، السهم الاسمي أو السهم الأعلى؟ Very good أستاذة سلمى، أو كده طبيعة الأسئلة، ممتاز، يعني السهم الأدنى. ممتاز. يعني نحن لدينا فكرة ما هو، فدير بالكم السهم الأعلى ما فيه، يعني فيه إلا السهم الأدنى. ما الأسهم العادية؟ ديروا بالنا لن نأتي ونقول لكم أن يتم إصدارها بقيم اسمية. بقيم اسمية مالها؟ الأخت لما والله يقرب بعدين العشر دقائق الأخيرة إذا كان لو سمحت ارجعي لهم، لأنه أنا ضيعت الوقت كثير في بداية المحاضرة لأنه شرح العقود ما كان سهل. فما ودنا أنه التظهير ماذا يعني؟ أنك معروفة جدا هذه المصطلحات، نستخدمها في يعني شيك، فبإمكاننا أن نأتي في ظهر شيك ونوقع ونسلم إلى شخص آخر، وهذا تسمى بعمل التظهير. ويصبح بهذه الطريقة أنه أنا فرضا يعني بعت بضاعة واستلمت شيك، ولكن أنا بعد ذلك اشتريت بضاعة أخرى. أنا أستطيع أنني بيجي على ظهر هذا الشيك ووقع، ويصبح هذا التوقيع كأنني خرج من يعني لم يعد يعني يعني تحت ملكيتي. فهذا ماذا يقصد بعمل التظهير؟ أنك سوف تقوم بنقل ملكيته من طرف إلى طرف آخر، وذلك عن طريق التوقيع في ظهر هذه الشهادة. طيب بعد ذلك ماذا يوجد لدي؟ يعني اتفقنا نحن يعني في هذا الجانب يعني فيما يتعلق بالأسهم العادية. طيب الآن السؤال هو التالي: عند إفلاس الشركة يعني انتبهوا جيدا شباب، آخر من يحصل على مستحقاته المالية هل هم يعني الموظفين؟ 2 البنوك، 3 الأسهم العادية والأسهم الممتازة يعني تقاسما مع بعض، 4 هي الأسهم العادية. فما شاء الله عليكم ديروا بالكم، إذا كان قلنا يعني من سوف يحصل على مستحقات آخر، دير بالكم هي الأسهم العادية فقط، وليس مشاركة وليس تقاسم بين الأسهم العادية والممتازة. لا، الأسهم الممتازة تصبح مثل الدائنين وتستحق نقودها قبل المساهم العادي. Very good. لو قلنا لكم يعني هذه الشهادة تضمن لصاحبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. هذه الشهادة تضمن لصاحبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. هل هم حاملي الودائع؟ هل هم حاملي الأوراق التجارية؟ هل هم حاملي السندات أو حاملي الأسهم؟ من يكونون؟ أكيد جدا يعني فقط الوحيدين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولهم الحق في الرقابة المباشرة على الشركة هي من؟ إلا حاملي الأسهم يعني العادية. دير بالكم نحن يعني نفس هذا السؤال يمكن أن يأتينا، يعني يكفل لهم الحق في فحص دفاتر الشركة، هل هم يعني حاملي السندات؟ هل هم حاملي الأسهم الممتازة؟ حاملي الأسهم العادية؟ حاملي الأوراق التجارية؟ فدير بالكم دائما حاملي الأسهم العادية هم الذين يحق لهم هذه الأشياء. فهنا هذا بطبع مدخل إلى المحاضرة 12، وهي التي تناقش على يعني العرض المرئي 12، وهو الذي يناقش الأسهم الممتازة. فالأسهم الممتازة منها هي أداة هجينة أتت في الوسط بين يعني الأسهم العادية والسندات، وبالتالي يعني الأسهم الممتازة تأخذ كثيرا من السندات. يعني كيف ذلك؟ قال أخي يحق لها أنها تحصل على نسبة يعني من العائد ثابتة، ويكون ذلك يعني يحق لها أن تحصل على نصيب سنوي ثابت، اسمعوني جيدا، ويتم حسابه كنسبة مئوية من القيمة الاسمية، القيمة الدفترية، القيمة الحقيقية، القيمة السوقية. ايش رأيكم؟ ديروا بالكم هذا في كل مرة شفته الآن، لأنه يمكن أمامكم يعني وثائق وكذا، فديروا بالكم دائما النسب هذه تحتسب فقط لا غير. على ماذا؟ يتم حسابها دائما على القيم الاسمية وليس أي يعني قيمة أخرى.
شفت مريم ماذا قلنا؟ أستاذة مريم ماذا قلنا على السريع؟ قلنا يحصل حامل السهم المنتزع على نصيب سنوي ثابت، هل هو من القيمة الاسمية، القيمة السوقية، القيمة الدفترية، القيمة الحقيقية؟ فديروا بالكم مثله مثل السندات، فيحصل على نسبة ثابتة. من وين؟ هذه النسبة الثابتة من القيمة الاسمية وليس من مكان آخر. يعني أكيد جدا نحن قلنا يعني في حالة إفلاس الشركة ينتقل ماذا؟ حاملي الأسهم الممتازة ويصبحون دائنون، وبالتالي يعني يحصلون على مستحقاتهم قبل يعني الأسهم العادية. ولكن في الترتيب، ولكن في الترتيب ديروا بالكم، يعني لما نصنف جميع الأدوات المالية فيعني آخر يعني من يحصلون على مستحقاتهم هم حاملي الأسهم العادية، ولكن يسبقهم يعني مباشرة من حاملي الأسهم الممتازة. فديروا بالكم يعني من هذه النقطة، يعني لنأتي ونقول لكم في الاختبار ماذا؟ إنه يعني في حالة إفلاس الشركة ف يعني الترتيب يكون كالتالي: سندات ومثلا أسهم ممتازة وصكوك وأسهم عادية. فديروا بالكم الصكوك لأنها حصة شائعة، فبالتالي يعني هم لهم ملكيتهم الخاصة داخل هذه الشركة. يعني يوم آخر إن شاء الله نناقش فيها الموضوع. يلا سوف نقف عند هذا المستوى. تذكروا تقريبا نحن وصلنا عند يعني التعهدات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بكرة نواصل يعني المحاضرات إلى أن نصل بإذن الله تعالى إلى غاية المحاضرة 15. يلا نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة، وموعدنا غدا بإذن الله تعالى، فنراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.